من بيروت مساء الخير واهلا بكم الى برنامج جيران العرب الذي يتناول ملف العلاقه الباكستانيه الايرانيه في ضوء التوتر الاخير على الحدود بين البلدين اثر عمليه لجيش العدل استهدفت قوات الحرس الايراني ما اثار تصريحات وتهديدات متبادله لكنها ترافقت مع عدم قطع الخطوط الدبلوماسيه واعادت قضيه البلوش الى الواجهه. في المحور الاول نبحث في الاسباب الحقيقيه وراء الخلاف الاخير بين وإسلام آباد وهل يخفي أبعادا استراتيجية منها الاتفاق الهندي الأفغاني الإيراني بشأن ميناء شبهار ودخول باكستان في التحالف الإسلامي بقيادة السعودية وفي المحور الثاني نستوضح أهداف جيش العدل البلوشي وطموحاته في إيران وعلاقاته الخارجية وتأثيرات باكستان عليه وحلم بلوشستان أرحب بضيوفي في الأستوديو حسن فحص كاتب متخصص بشؤون الإيرانية ومن طهران محمد صالح صدقيان رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية ومن إسلام أباد علي مهر كاتب خبير بالشؤون الباكستانية أهلا بكم جميعا نبدأ مع تقرير حول التصعيد الأخير بين ايران وباكستان، ونعود للحوار. كل ما على الحدود بين ايران وباكستان يشي بان حربا مقبله على الابواب بين البلدين الجارين. هذا الاستنفار الايراني ليس بالجديد، ولكنه ياتي في اعقاب قيام جماعه جيش العدل البلوشيه التي تشن هجمات عبر الحدود بين باكستان وايران باستهداف حرس حدود ايرانيين فقتلت منهم عشره في منطقة مرجا والحدودية استنفر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري جراء هذا الحادث وذهب إلى تهديد إسلام أباد صراحة بأن بلاده قد تلجأ إلى عمل عسكري داخل أراضيها الحدودية إن لم تتصد باكستان لمن وصفهم بالإرهابيين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود على الفور استدعت اسلام اباد السفيره الايرانيه فيها وسلمته رساله شديده اللهجه حول تصريحات باقري وطلبت حكومتها طهران في الوقت عينه باطلاعها على اماكن تواجد اي جماعات ارهابيه كي تقوم باتخاذ الاجراء المناسب ضدها التصعيد الايراني هذا طرح اسئله كثيره لا سيما انه جاء بعد زياره قام بها وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام اباد لمعالجه الاشكالات الحدوديه وبدا ان صوت الدبلوماسيه قد غلب صوت الرصاص لكن بعد أيام قليلة على زيارته تلك كانت تصريحات باقر العالية النبرة تعيد العقارب إلى ساعة الصفر لإيران صوتان إذن صوت عسكري يهدد وصوت دبلوماسي يهدئ وبين هذا وذاك كانت قذائف مورتر إيرانية وبعض الصواريخ تتهاوى على منطقة بلوشستان الحدودية ما أوقع مدنيا باكستانيا صدف مروره في المكان المستهدف فيما التزمت إيران الصمت ذهب مراقبون إلى القول بأن المعركة ذات بعد داخلي إيراني وأن صوت العسكر الإيراني يحاول حشر دبلوماسية الرئيس حسن روحاني المتمثلة بزيارة ظريف فيما ذهب آخرون إلى التنبيه فعلا من رد الفعل الإيراني سيما أن طهران غير مرتاحة لتعيين باكستان القائد السابق للجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف قائدا للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية ناهيك عما يثار حول خبر إرسال خمسة ألاف جندي باكستاني للحدود بين السعودية واليمن كل التطورات تشي بأن منسوب التوتر الإيراني الباكستاني في ارتفاع خاصة في ظل حضور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قمة الرياض التي بحثت وسائل جماعية مشتركة أمريكية عربية وأسلامية لمحاصرة إيران وتقويض نفوذها استاذ حسن يعني ما هو الخلاف الاساسي بين باكستان وايران هل هو فعليا هذا الحادث الاخير ام هناك اصطفافات سياسيه اقليميه تتعلق بموضوع المنطقه هي التي كانت وراء هذا التوتر الكبير لا شك ان الموضوع العلاقه بين ايران وباكستان يتعدى العمليه العسكريه اللي حدثت في منطقة ميرجاوا في في سيستان بلوشستان فالموضوع يصل إلى تركيبة المنطقة الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا مع باكستان تمتد على مدى العقدين الأخيرين بشكل بشكل ملحوظ على الرغم من التقدم في الحوار الثنائي بين البلدين في الجانب الاقتصادي المتعلق بهذه المنطقة أيضا ما زالت هذه المنطقة منذ 2001 تشهد صراعات عسكرية تقوم بها جماعات مسلحة مرة من قبل طالبان ومرة من قبل فصائل بلوشية إيرانية وباكستانية مستفيدين من الفراغ الامني الذي كان في هذه المنطقه إيه بس هل الخلفيه هي هذا الحادث بالتحديد على الحدود ام الخلفيه الى علاقه بالاستفافات اللي شفناها حصلت دخول باكستان مع الحلف التحالف الاسلامي وجود قائد العسكري قائد الجيش السابق الباكستاني آه. رحيل شريف على راس قياده مجموعه باكستانيه بالصراع ب قيادة السعودية بوجه ايران؟ الايرانيين تفهموا هذه المساله والباكستانيين ايضا ارسلوا رسائل مطمئنه للايرانيين بانهم لن يكونوا في الحلف داخل في المعركه داخل اليمن وانما هم ملتزمون ايضا بالعلاقه الاستراتيجيه مع السعوديه بحفاظ على امن السعوديه، واعلن نواز شريف اكثر من مره بان القوات الباكستانيه لن تقاتل في اليمن وانما هي لحمايه داخل السعوديه من اي اعتداء ياتي من الخارج. اذا في محاوله من من باكستان لطمانه الجانب الايراني بان هذا الـ الـ بهذه المشاركه في التحالف الاسلامي العربي الذي شكلته السعوديه في الموضوع اليمني لا يتعدى هذا الاطار. وأن مشاركة رحيل شريف كقائد قوات التحالف ليس خارج هذه الرسائل التطمينية وهناك حديث الإيرانيين أشاروا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن إمكانية أن يستقيل رحيل شريف من هذا المنصب وإمكانية أن يقوم قائد القوات الباكستانية أيضا بزيارة الحالي بزيارة إلى إيران لطمأنة إيران في موضوع العلاقة مع مع السعودية والتحالف الدولي. إذا الجانب الباكستاني يحاول أن يطمئن الإيرانيين بأن علاقته بالتحالف الإسلامي مع السعودية لا يؤثر على علاقته م. مع الجانب الإيراني وخاصة أن الحوارات مفتوحه يعني اول زياره للرئيس الايراني في السنه الايرانيه الجديده قبل الانتخابات باسابيع كانت الى باكستان نعم ونواز شريف جاء الى طهران وايضا حسن الروحاني بدايه عهده ايضا ذهب الى باكستان فالعلاقات على المستوى السياسي على مستوى التحالف على مستوى العلاقات الاقتصاديه لا. ابعد بكثير وذات مصلحه للطرفين لانها تحمل خيارات استراتيجية في الجانب الاقتصادي اسمح لي انتقل الى طهران استاذ محمد يعني طالما ان الامور لا احد يريد تصعيد الموقف لماذا رئيس الاركان الايراني صعد بلهجته وهدد بالدخول الى الاراضي الباكستانيه بسم الله الرحمن الرحيم عند الحديث عن العلاقات الإيرانية الباكستانية أنا أعتقد بأنه يجب علينا أن نفصل بين التعاون الاستراتيجي الموجود بين باكستان والسعودية وبين التعاون والعلاقات الإيرانية الباكستانية وهناك نقطة ثالثة العلاقة أو التطورات المرتبطة بجيش العدل أو هؤلاء المنشقين الإيرانيين الذين يتخذون من الأراضي الباكستانية مقراً من أجل الهجوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية. هذين الثلاثة محاور يبدو لي بأنها منفصلة عن بعضها البعض، بالتالي إيران في الموضوع الأول إيران تتفهم بشكل جيد العلاقة التي تربط الحكومة الباكستانية الحالية مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك علاقات جيدة ليست من الآن، علاقات منذ منذ أكثر من أربعين عام علاقات جيدة تربط المملكة العربية السعودية بالباكستان هناك جالية كبيرة من الباكستانيين في المملكة العربية السعودية في الدول الخليجية هناك مصالح اقتصادية ومصالح أمنية وسياسية أيضاً وكلنا يعلم مدى مساهمة الدول الخليجية الدول العربية ووقوفها إلى جانب الباكستان في قضية كشمير في قضايا أخرى وإيران تتفهم هذا التاريخ من العلاقات بين الباكستان والدول العربية والخليجية النقطة الثانية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد هذه العلاقات أيضا هي علاقات ليست وليدة اليوم علاقات مترسخة في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي في الجانب الأمني حتى في القضايا التي حدثت. طالما هي هكذا يعني العلاقات لماذا صعد لهجته رئيس الأركان وهدد بالدخول إلى هذه الأراضي طبعا في اتفاقية أمنية وكل ذلك ولكن هذا التهديد هل هو كلامي فقط؟ هذه هذه القضيه ترتبط بالمحور الثالث وهو الذي ياتي على خلفيه الجماعات التي تصنفها إيران إرهابية وهؤلاء منشقين من البلوجستان ويتمحورون حول هذه حركة جيش العدل والتي تتخذ من الأراضي الباكستانية مقرا لها هذا التصريح هو تصريح على هذه الخلفية الباكستانيين يقولون بأن لديهم مشاكل كبيرة لا يستطيعون السيطرة على الحدود المشتركة وبالتالي هم يقولون يعني لحد الآن هم لا يقولون بانهم يدعمون جيش العدل او منشقين ايرانيين بالتالي هم يقفون مع مع الجانب الايراني هناك تنسيق امني على الحدود ايضا الحدود المشتركه لكن هذه المره عندما العمليه كانت كبيره عندما تدخل مجموعه من داخل الاراضي الباكستانيه الى الاراضي الايرانيه وتهاجم مخفر حدودي او مع او مركز للشرطه وتقتل عدد من هؤلاء الايرانيون بطبيعه الحال لا يتحملون مثل هذا الوضع خصوصا و ان هناك ربما بعض المشاكل الموجوده في محافظه سيستان بلوجستان وتكرار تكرار مثل هذه العمليه تؤثر علي الوضع الامني في منطقه او في محافظه سيستان بلوجستان ولذلك نحن راينا هذا التصريح القوي هو موجه الي القادة العسكريين والأمنيين في الباكستان بضرورة ضبط هذه الحدود ولذلك جاءت بعد ذلك الزيارة التي قام بها, قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف والذي كان معه أيضا رافقه يعني شخصيات أمنية من الحرس الثوري من الجيش ومن وزارة الأمن الإيرانية وبالتالي أنا أعتقد بأن حتى الجانب الباكستاني أيضا لا يريد أن تكون هذه المناطق متوترة أمنيا ولدى الباكستان الكثير من المشاكل الأمنية والعسكرية، وبالتالي هم أيضا يريدون أن تكون هذه المنطقة آمنة ولا يريدون أيضا أن تتازم العلاقات الايرانيه الباكستانيه على خلفيه جيش العدل او اي مجموعه اخرى تحاول ان تؤثر على الوضع الامني على الحدود الايرانيه الباكستانيه المشتركه يعني تم استيعاب هذه العمليه من قبل الايرانيين واعيدت الخطوط الدبلوماسيه بين البلدين هذا الذي تقصده بالتاكيد يعني هي لم لم تتاثر هذه العمليه لم تؤثر على العلاقات الايرانيه الباكستانيه، نحن نعلم بان المباحثات بنقل النفط او الغاز الى الباكستان، باكستان بحاجه الى هذه ال... بحاجه الى الطاقه الايرانيه وهناك الكثير من التعاون الامني الموجود بين البلدين، انا اعتقد بان القضيه الامنيه مهمه جدا للحكومه الباكستانيه وتعاون ايران الامني

لم ينقطع سواء كان قبل 2001 قبل ذلك او بعد ذلك وحتى في يعني الاوضاع الحرجه التي مرت بها افغانستان كان هناك تعاون امني موجود بين البلدين انا لا اعتقد بان هناك يعني خلاف في وجهات النظر الجانب الباكستاني كثير ما اكد خصوصا في زياره الظريف اكد على حرصه وسعيه للتعاون مع الجانب الايراني ل لضبط الحدود الأمنية والعسكرية خصوصا إذا علمنا بأن الجانب الإيراني ربما هو كان يطالب في هذه الزيارة زيارة ظريف كان هو يطالب السماح لقوات إيرانية أن تلاحق الارهابيين داخل الحدود الباكستانيه اعتقد بانه حصل شيء من هذا القبيل لكن ليس بشكل مطلق الجانب الباكستاني لم يعطي حريه كامله للجيش الايراني بال دخول الى الى داخل الاراضي الباكستانيه لكنه سمح بملاحقه مختصره او محدوده لعناصر تحاول الرجوع او التخبي داخل لا. الاراضي الباكستانيه في منطقه لا. حدوديه قصيره انتقل الى اسلام اباد استاذ علي يعني هل فعليا باكستان لا تستطيع السيطره على هذه الحدود بين ايران وباكستان؟ وبالتالي كيف قرات باكستان هذا الهجوم بالتصاريح الذي جرى من قبل الايرانيين والتهديد بدخول الاراضي الباكستانيه؟ هل من جانب باكستان ايضا لا تريد تصعيد اللهجه ولا تريد التصعيد التوتر بين ما بينها وما بين طهران؟ قبل ان اجيب عن اسئلتكم انا لابد ان اوضح انه لا يوجد اي خلاف او نزاع اساسي بين باكستان وايران. لا, لا على الحدود ولا على قضيه سياسيه او شيء ما في سوى شبهات حول النوايا كل طرف لدى طرف اخر هي فقط شبهات. وعدم الثقة وليس هنا نعم. الاخوة الايرانيون هم يعتبرون اننا جزء من الخليج رغم اننا في منطقة جنوب اسيا بعيدا عن الخليج آه نحن عندنا علاقات استراتيجية ليس مع الخليج فقط بل مع تركيا ومع الصين قد تكون اقوى من دول الخليج فليست هناك قضيه مصالح استراتيجيه متبادله بيننا وبين دول الخليج بل مثل هذه المصالح الاستراتيجيه المتبادله القويه مع تركيا والصين ايضا نحن ولكن ولكن ما الذي اثار هذا التصعيد الاخير نعم. ما الذي اثار هذا التصعيد الاخير هل هو الخلفيه الـ الـ هل الخلفيه هي ميناء شبهار يعني عزل لا. باكستان عن هذا الاتفاق الافغاني الايراني الهندي الاخوه الايرانيون يعني متاكدون اننا ليست لدينا اي نوايا لزعزعه امن ايران كما اننا نحن متاكدون بان ايران ليست لديها خطه رغم ان ايران دخلت في اتفاقات امنيه ودفاعيه واسعه مع الهند العدو اللدود لباكستان رغم ذلك لكن انتم تقارنوا العلاقات وصيغه اداره هذه العلاقات بين باكستان وايران ايران لم تتشاور ولم تحاول اقناع باكستان حينما دخلت في الاتفاقات مع الهند هذه الامنيه السياسيه اتفاقات الممر التجاري بين افغانستان وايران والهند لم تكن هناك أي تشاور سياسي مسبق بين هذا الموضوع بين البلدين رغم أن باكستان قبل الالتحاق إلى التحالف الإسلامي العسكري استخدمت كل القنوات من الجيش من القيادة السياسية ما بين السفير والقائد الجيش الباكستاني لتأكيد أن باكستان دائما تقوم يعني عنده هذا الأولوية أنها تحتفظ بعلاقة مع إيران ولن يدخل في أي اتفاق يضر مصالح إيران وهذا هو آخر تصريح ما ورد من مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أننا لن نتجاهل في يوم من الأيام إيران لإيران دولة صديقة ومجاورة لكن الاخوه الايرانيون لم يهتموا بهذه الجوانب في تاريخ علاقاتنا منذ 79 لا لم اولا ثانيا ما يتعلق بهذه القضيه هل باكستان مقصره او غير قادره على السيطره على الهدود او ايران غير قادره ومقصره اين اين حدث الحادث باراضي ايران؟ من الذين قاموا الايرانيون البلوش حتى لو نفترض أنه دخلوا من باكستان هل دخلوا من الاجواء او دخلوا من الارض او من البر اين كانت القوات الايرانيه على الحدود لتمنعهم من الدخول والتسلل فلا يمكن ان 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 يتم توجيه تهمه على باكستان فقط هذه هي القضيه يعني الإيرانية انت تعني على انت تعني يعني انه إيراني. لا يوجد اليوم اي خلاف خاصة بالنسبة لباكستان لا, لا تريد تصعيد أي خلاف مع إيران حاليا لا نحن ما رغم ذلك رغم ذلك طيب اسألوا الإخوة الإيرانيون أهم الانفصاليين البلوش من الذي سلمهم إليهم من الذي ساهم في اعتقال زعيم جماعة جند الله البلوشية في الجو في الأجواء الإيرانية وبعد ذلك هذا الشخص عودم في ايران من الذي قام بنقل هذه المعلومات نحن متعاونين منذ البدايه مع ايران لكن الاخوان الايرانيين عندهم عدم الثقه والشبهات هم يرون اننا نلعب ورقه الاخرين ضد ايران وهذا لم يحدث في السابق ولن يحدث مستقبلا يعني باكستان لا باكستان لا تستعمل جيش العدل او البلوش ورقه للضغط على ايران ورقه وهناك اتفاق بيننا القضية قضية الاضطراب في بلوشستان الإيرانية وفي بلوشستان الباكستانية هي قضية معروفة حتى عندنا ناس هم البلوش عددهم غير مطمئنين لكن لا إيران يتعاون مع هؤلاء لخلق زعزعة في باكستان ولا نحن نتعاون مع البلوش في إيران لزعزعة أمن إيران لكن مشكلة الآن قريبا هذا مينا جابهار فيه وجود هندي قوي موجود ليس وجود هندي تجاري بل استخباراتي من الهنود ضباط اعتقلوا خلال عبور الحدود قادمين من ايران الى باكستان وهم اعترفوا وقالوا عندنا مراكز كذا لكن نحن حلينا هذه المشكله ونحن بالاتصال والتنسيق مع الاخوه الايرانيين عبر القنوات الدبلوماسيه عبر القنوات الامنيه دون توجيه أي تهديد أو شيء أننا نضرب مراكز أعضائنا بأراضي إيران نحن ما قلنا هذا لأنه هذا الكلام كلام غير معقول وغير جاد المشكلة مشكلة الإخوة الإيرانيين أنهم يريدون أن يتعاملوا مع دول الجوار كقوة عظمى في المنطقة وهذا لا يمشي مثل ما هم يوجهون تهديدات لبقية الدول هم يريدون أن يتخذوا نفس الأسلوب معنا فهذا كيف يمسي باكستان دولة من ناحية عسكرية العالم يعرف أقوى من إيران من ناحية السلاح من ناحية السلاح الاستراتيجي من صواريخ قوة نووية فهل باكستان تسمح أن واحد يدخل يعني في حرص ايضا من الجانب التريقة. الباكستاني على عدم التصعيد اضافي لذلك لانه ايضا لا يعني باكستان في, باكستان 20% شيعه ولا يريدون في حساسيه للموقف بين السني والشيعي حتى وشيعي. موضوع التحالف الاسلامي العسكري حتى الان في باكستان هناك مناقشات المسؤولون الحكوميون غير مرتاحين ما حدث خلال القمه الاسلاميه الامريكيه في الرياض كل واحد غير مطمئن من هذا لماذا استهداف ايران ولم تكن هذه الخطة أساسيا ففي باكستان هناك نقاش والحكومة تقول نحن لسنا جزء من مثل أي, أي تحالف الذي هدفه إيران والإخوان الإيرانيون يعرفون ذلك فبعد ذلك ما في حاجة للتصعيد لماذا؟ بدي أرجع لعندك حسن باختصار شديد يعني هل فعليا توافق على أنه فعليا ما في شيء بين باكستان وإيران وفي حرص أساسي على إبقاء هذه العلاقة هكذا؟ اعتقد ذلك ولكن اعتقد ان الهم الايراني يتوجه الى نقطه اساسيه ومهمه في هذه المنطقه وهي امكانيه واحتماليه ان تتحول هذه المنطقه في وسط اسيا من انطلاقا من افغانستان والحدود المشتركه مع باكستان الى مركز جديد لداعش في هذه المنطقه واستهداف الامن الامن المناطق يعني عم تعني هون عن جيش العدل ممكن يكون في عندهم علاقه مع داعش؟ لا الايراني متخوف من, من ان تتحول هذه المنطقه الى مركز لداعش لانطلاق عملياتها في هذه المنطقه، لذلك الامن في بلوشستان الباكستانيه يحظى بنفس الاهميه للامن ببلوشستان الايرانيه لدى طهران بدي اكمل بموضوع البلوش وبعد الفاصل نفتح ملف بلوشستان وجيش العدل بين سقف المطالب بالحكم الذاتي وواقع الامر على الارض ومواقف كل من ايران وباكستان وافغانستان اهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب وارحب بضيوفي في الاستوديو حسن فحص كاتب متخصص بشؤون الايرانيه من طهران محمد صالح صدقيان رئيس المركز العربي للدراسات الايرانيه ومن اسلام اباد علي مهر كاتب خبير بالشؤون الباكستانيه حسن يعني اعود اليك جيش العدل من يموله والى من يتبع ممن ياخذ اوامره؟ سؤال صعب جدا لا احد يجرؤ على الاجابه عليه بصراحه لا احد يجرؤ او لا يعرف او ماذا يعني لا يجرؤ يعني يعرفون ولكن لا يجرؤون على الكلام لانه الجيش العدل هي جماعه من من الشذاذ الافاق في في هذه المنطقه تحولت الى تنظيم يعني او تشكل تنظيمي ورفع اهداف سياسيه وعسكريه في منطقه سيستان بلوشستان من تحرير سيستان بلوشستان من الاحتلال الايراني كما يدعي لذلك هذا يعني ما يريد ما هو هدفه؟ طموحاته؟ يطمح حسب ما على على اساس ما يقولون ويعلنون انهم يريدون تحرير منطقه سيستان بلوشستان الايرانيه والباكستانيه والافغانيه من الاحتلالات الإيرانية والباكستانية والأفغانية لتشكيل دولة بلوشستان المستقلة يعني ليس لديهم علاقات مع هذه الدول الثلاث التي تشير إليها مفروض يعني المفروض من المفترض أن أن هذه الجماعات هي تعمل ضد هذه الدول الثلاثة ولكن نرى أن تحرك هذه الجماعات متوجه باتجاه إيران فقط او اكثر العمليات باتجاه ايران حتى لا يعترض الاستاذ عليه ولكن في بلوشستان الباكستانيه ايضا يشكلون تهديدا استقرار و امن ووحده اراضي باكستان ولذلك الطرف الباكستاني الدوله الباكستانيه تتعاون مع الايرانيين في هذه في هذا الجانب لضبط الامور والتنسيق وعندما تقوم الحكومه الباكستانيه بتسليم قيادات من هذه من هذه الجماعات الى الحكومه الايرانيه يعني انها تهتم لامر هذه المنطقه خاصه انها معبر اقتصادي مهم ولها مستقبل كبير في الموضوع الاقتصادي وفي العلاقة بين البلدين لذلك تهتم في أن يكون الاستقرار وأن تمنع هذه الجماعات من النشاط في هذه المنطقة ضد إيران لأنها بالنتيجة ستنقلب عليها في المستقبل وتؤثر على الأمن الباكستاني واستقرار باكستان لذلك أعتقد أن هذه الجماعة إذا كانت تهدد إيران حاليا فإنها ستهدد باكستان وتهدد باكستان حاليا أيضا يعني هي الذراع العسكرية الأساسية لمنطقة الحكم الذاتي التي يودون إقامتها في منطقة بلوشستان يدعون ذلك و... جند الله سابقا والآن جيش العدل أيضا يد رفعوا نفس نفس الشعارات ونفس الأهداف ولكن مسميات لأهداف أخرى تحرك من الخارج ومن هو الخارج؟ طب اي خارج يعني اذا ربطنا الموضوع بالتطورات السياسيه التي حدثت مؤخرا وخاصه التصريحات بعض المسؤولين الاسلاميين العرب الايراني يتخوف من ان تكون هذه ادوات لهذا لهذا المشروع بضرب الاستقرار الايراني خاصه في الاطراف، يعني هناك تركيز عربي على منطقة سيستان بلوشستان وقد سمتها بعض الوسائل الإعلام العربية بأنها هذه المقاومة البلوشية ضد الاحتلال الإيراني بالتحديد سمت بالاحتلال الإيراني لبلوشستان هناك اهتمام عربي أيضا بأي حراك يحدث في خوزستان الإيرانية هون عم تعني عربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالتحديد؟ أعتقد ذلك طيب خليني أنتقل على طهران أستاذ محمد لأي مدى يعني فعليا في اتهامات إيرانية تتهم فيها دول عربية بالوقوف وراء جيش العدل أم فعليا هي تتهم جهات أخرى ربما خارجية يعني بداية يجب أن أقول بأن جيش العدل هو مدان من قبل المواطنين والفعاليات الدينية وحتى الفعاليات السنية في محافظة سيستان وبلوجستان وبالتالي الكثير من العناصر الأمنية المتواجدة في هذه المحافظة هي هم من البلوش أو من السيستان الموجودين في هذه المحافظة وبالتالي هؤلاء أيضا يساهمون كثيرا القوات الأمنية التي تتركز بيد الحرس الثوري الايراني في تلك المناطق والجيش الايراني يساعدوهم في الكثير من المعلومات، وبالتالي حتى هذه الجماعه هي جماعه غير يعني غير مرحب بها في الكثير من الاوساط سواء كانت كما قلت الدينيه او السياسيه والسنيه ايضا تحديدا لان الغالبيه العظمى في محافظه سيستان وبلوجستان خصوصا في تلك المناطق المحاذيه للحدود الباكستانيه هم من اهل السنه والجماعه. وبالتالي هؤلاء غير مرحب بهم ومدانين هناك لكن من اين تتخذ يعني هذه اهداف هذه جند الله او جيش العدل يعني هناك نوع من التعقيد حول هذه المجموعة سمعنا بأنهم يتعاملون بعض الأحيان مع عصابات تهريب المخدرات من أفغانستان إلى إيران ومن إيران إلى تركيا من من باكستان وبالتالي هناك اتهامات بهذا بهذا الإطار هناك اتهامات أخرى اتهمت إيران بأن هؤلاء يتعاملون مع وكالة المخابرات البريطانية مرة أخرى سمعنا بأنهم يتعاونون مع وكالة المخابرات الأمريكية ربما مجددا سمعنا بعض التصريحات التي اتهمت دول عربية خليجية بأنها تقف وراء ذلك كلنا يعلم بأن زعيم هذه الجماعة ريجي هو والذي أنزلت طائرته في رحلة بين دولة الإمارات وأحد وإحدى دول آسيا الوسطى أنزلت في طهران وألقي القبض عليه وأعدم بعد ذلك يعني هناك اتهامات أيضا إيرانية لكن هذا التصريح الذي سمعناه من حسين باقري رئيس الأركان الإيراني هو يريد أن يضع حد لمثل هذه العمليات أو تسلل هذه المجموعات إلى داخل الأراضي الإيرانية وبالتالي ارتباطات هذه المجموعة هي ارتباطات ربما فيها نوع من التعقيد الأهداف التي تسعى إليها أو الذي يسعى إليها جيش العدل اهداف غير واضحه مره يقول بانه يريد ان يناصر اهل السنه والجماعه في محافظه سيستان وبلوجستان في مقابل الشيعة الذي يحكمون المحافظه مره اخرى يقول بانه يريد ان تكون هناك منطقه يعني هذا هو حلم قديم للبلوش في تاسيس دوله في هذا المثلث الايراني الباكستاني الافغاني وهناك حتى الاهداف هي اهداف غامضه وهلاميه وبالتالي الاهداف تتغير المجموعات تتغير وان يعتقد بان هذه مجموعه يعني إيران تحسب لها حساب لأنه ممكن أن تستغل من أي طرف من الأطراف هي تبحث عن ممول وتبحث عن من يدعمها في لأغراض مختلفة وحتى الذين ينتمون إلى جيش العدل الدوافع دوافع مختلفة البعض منهم يعني لديه دوافع اقتصاديه، البعض الاخر دوافع ربما متطرفه ومتشدده، وبالتالي حتى الدوافع مختلفه، ولذلك انا اعتقد بان يعني هناك نوع من الغموض او يعني نوع من من عدم الارتكان الى هدف معين واضح، الى اهداف معينه. يعني موضوع في بعض الاحيان مثلا سمعناهم نعم موضوع الحكم الذاتي أو الفدرالية هل هو موضوع مطروح؟ يعني هذا هو يعني اذا اردنا اردنا ان نناقش هذا الفدراليه والحكم الذاتي، هذا هو مشروع مطروح منذ زمان الشاه، يعني منذ اكثر من خمسين عاما، هذا مطروح مثل ما مطروح مثلا الدوله الكرديه، يعني الدوله الكرديه منذ الاربعينيات القرن الماضي كانت مطروحه الدوله الكرديه، في منطقة جنوب ايران في المنطقة منطقة خوزستان الذي يسكنها العرب مطروح ايضا قديم، يعني هذه مطروحة افكار مطروحة منذ القدم لكن لا اعتقد بان لا جيش العدل يمتلك هذه الارضية الذي يستطيع ان يحقق مثل هذا المشروع الكبير ولا هذا الذي كان زعيمهم ريجي مثلا، ريجي انسان بسيط جدا لا يمتلك لا مؤهلات دينية ولا ثقافية ولا يمتلك أي مؤهلات هو استغل من بعض الجماعات في في الباكستان بالتالي هذه الجماعة غير مهيئة حاليا أن تتبنى مثل هذا المشروع الكبير ومشروع خطير هو أيضا وبالتالي الجيش الباكستاني والقوات الأمنية الباكستانية جيش غير بسيط هو يمتلك قدرات كبيره جدا ومثل هذا المشروع يؤثر على الوضع الامني الباكستاني وانا اعتقد بان الباكستانيين في غنى انه يستطيعون ان يدعموا ريغي الذي هو يؤثر ايضا على الامن الباكستاني وبالتالي انا اميل لل... الى ما قاله ضيفك في باكستان قال بان ايران ف... يعني الباكستان فعلا هي لا تريد ان تدعم ريغي او هذه الجماعات لكن ايران تعتب لديها عتب العتب هو ان هذه الحدود حدود ربما لا يتواجد فيها الجيش الباكستاني. من الجانب الاخر من الجانب الايراني هناك خندق حفر في قبل اكثر من 15 عاما، بعد ذلك كانت هناك مجسات الكترونيه موجوده، الجانب الايراني اخذ التدابير اللازمه، هناك يعني مناطق للشرطه، مناطق امنيه، لكن هذا الامر في الجانب الباكستاني يخلو منه وبالتالي هناك العتب الايراني ان تكون هناك او ان يكون هناك جهد باكستاني في الجانب الباكستاني من اجل ضبط هذه الحدود ويبدو بان استقبال السيد ظريف مع الوفد المرافق له والذي ضم عناصر أمنية ومن الجيش ومن الحرس الثوري أعتقد بأن هذه هي إبداع حسنية والتعاون الذي أبداه والاستعداد الذي أبداه الجانب الباكستاني أيضا هو الحكومة الإيرانية تشكر الجانب الباكستاني على هذا التعاون وأنا لا أعتقد بأن هناك رغبة عند الباكستانيين أن لا يتعاونوا مع الجانب الإيراني كما قلت الجانب الجا التعاون الأمني الموجود بين البلدين تعاون قديم جدا هناك مصالح مشتركة أيضا يجب علي أن أذكر أن فيما يخص نقل الطاقة من إيران والباكستان الهند في عهد الرئيس الإيراني أحمد نجاد كان هناك خط أو مقترح هكذا طرحت الحكومة الإيرانية أن يكون هناك خط لنقل الغاز من إيران إلى الهند عبر الباكستان وسمي هذا الخط بخط السلام وإيران كانت تعتقد بأن مثل هذا الخط يمكن أن يرطب العلاقة أو يخفض حدة التوتر الموجودة بين إسلام أباد ونيودلهي لأن هذه مصلحة مشتركة وبالتالي يصل الغاز الإيراني إلى الهند عبر الأراضي الباكستانية وهنا ايران مستفيده من ذلك، الباكستان ايضا مستفيده والهند مستفيده في في النهايه. الباكستانيين يستفيدون من نقل الغاز الايراني اليهم لانهم بحاجه الى الغاز الايراني لتشغيل المحطات توليد الكهرباء ويستفيدون ايضا من نقل الغاز الترانزيت. للهند والباكستانيين يستفيدون لكن يبدو بأن الجانب الهندي اعترض على ذلك وبالتالي كانت هناك عدة مشاريع استبدل بها هذا الخط وإيران قدمت الكثير يعني من الجانب الاقتصادي هي يعني قالت بأنها تتحمل الكثير من التكلفة وعلى أن تعطي قروض للجانب الباكستاني كثير يعني قدمت الكثير من الطروح والمشاريع والأفكار والتصورات لكن يبدو بان عمق الخلاف الموجود بين الباكستان والهند اثر على هذا الخطوه بالتالي حدث ان يكون تشابهار ومد الخط عبر المحيط الى آآ المحيط آآ في المياه الدوليه الى نعم. الهند ولم ينجح لحد الان هذا الخط انتقل الى حسن حسن يعني موضوع دور الولايات المتحده الامريكيه هل فعليا ممكن ان يكون لها دور بيت هيك تعزيز الخلاف ما بين باكستان وايران، خاصه من بعد يعني السياسه الامريكيه الجديده اللي جاءت على يعني كانه مواجهه ضد ايران. آه، انطلاقا من الحادث الذي شهدته طهران اليوم، الاعتداء الذي حدث على مرقد الامام الخميني والبرلمان الايراني، يبدو ان هناك مسار جديد في التعامل مع ايران. يعني حديث ولي العهد ولي ولي العهد السعودي من نقل المعركة إلى داخل إيران تحرك جيش العدل بعد هذا التصريح وصف الوجود الإيراني في بلوشستان بالاحتلال وصف الوجود الإيراني في خوزستان بالاحتلال والتركيز على أي نشاط صوت معارض في خوزستان عربي ضد النظام الإيراني تضخيمه والتركيز عليه يبدو أن هناك مسعى عربي مدعوم أمريكيا أو مغطى بغض يعني في غض نظر أمريكي عن بالعودة إلى تحريك الأطراف الإيرانية لضرب المركز يعني بالداخل الإيراني تحريك مجموعات من داخل إيران لأطراف الإيرانية الأطراف, الأطراف إيران الإيراني أطراف المحافظات الإيرانية في الأطراف هي محافظات الأقليات القومية والمذهبية وكلها عندها طموحات انفصالية البلوش الأذريين العرب الأكراد خليني اسال هالسؤال لاستاذ محمد بن طهران يعني هل فعليا تخشى ايران من تحريك هؤلاء في الداخل وخاصه مع التفجيرات التي حصلت اليوم يعني بالتاكيد لا يمكن لنا ان نستبعد وجود جماعات متطرفه في مناطق تعيش حلم أن الانفصال من من الحدود الايرانيه وخصوصا ما يخص العرب الاكراد البلوج لكن اعتقد بان الوضع الحالي في المنطقه، هذا الوضع المربك بالمنطقه والتهديد الذي تعاني منه اكثر بلدان هذه المنطقه، ايران غير مستثناة من ذلك. عندما قالت ايران بانها معنيه بالامن القومي الاقليمي سواء كان في سوريا، في العراق، في اكثر من منطقه، في اليمن، في البحرين. تنطلق إيران من أن هناك تطورات مهمة هناك فراغ أمني وسياسي وعسكري موجود في منطقة الشرق الأوسط بعد انهيار الحرب الباردة وبالتالي هذا الفراغ الأمني ممكن أن يملأ من أي جهة أخرى سواء كانت محلية أو من قبل جهة دولية الان ما حدث في, في في سوريا في العراق بعد العام 2003 لحد الان ايران لا ترى نفسها بانها بعيده عن هذه التطورات وهي نعم. تفتخر الان وتقول بانها هي دوله امنه وفق وسط هذا هذا الوضع المضطرب الموجود في منطقة الشرق الأوسط وعندما أرسلت مستشاريها إلى سوريا أو العراق هي تقول أيضا وقالتها بشكل واضح بأنها تريد أن تبعد شبح الحرب أو الاضطراب عن حدودها وهي عندما قالت بأنها أمن حدود أمنها القومي يصل إلى حدود البحر الأبيض المتوسط هي كانت تعني ما تقول نعم. وهي بالتاكيد هي تشير الى انها تريد ان تبعد اي تطورات ربما تحدث سواء كان على صعيد جماعات ارهابيه او على صعيد لكنها لم تستطع جهات يعني. اجنبيه تفكر في استغلال نعم لكنها لم تستطع يعني ما بعد ما حدث اليوم انا اعتقد بان هذا الاختراق مهم هذا الاختراق الذي حدث اليوم في مرقد الامام الخميني ومجلس الشورى البرلمان هذا اختراق امني كبير جدا يجب علينا ان نعلم بان خلفية هذا الأمر لحد الآن لا أدري ربما لم نسمع بأن هناك جهة تبنت هذه العملية لكن قبل شهر رمضان المبارك يعني بالتأكيد قبل 25 يوم أو 28 يوم كانت هناك دعوة أو إعلان من قبل داعش بأنه شكل جيشا لتحرير إيران هكذا قاله في الإكليب وقال بأنه سوف يهاجم إيران هذا كان قبل 28 أو خمسة يوم الآن هذا الحدث هذا الهجومين المتزامنين في ساعة واحدة تبعد، يبعد كل حادث عن الآخر عن يعني الموقع العمليتين حدود 30 إلى 35 كيلومتر وبالتالي منطقتين مهمتين جدا بالنسبة للإيرانيين مجلس الشورى البرلمان ومرقد الإمام الخميني الذي يمثل رمزية خاصة عند الإيرانيين أنا أعتقد بأن الأصابع تتجه كثيرا إلى داعش وهذا هذا الإعلان الذي هددت به داعش إيران وقالت بأنها سوف تشكل مثل هذا الجيش أنا أعتقد بأن هذه ربما هذا الاختراق اختراق كبير جدا وأعتقد من حق إيران سواء أن تناشد الجانب الباكستاني أو تناشد أي جهة أخرى من أجل استتباب الأمن على الحدود نعم. التي ربما كبيرة هي في إيران والتي إيران لديها حدود مع خمسة عشر بلدا وهذه نعم. بلدان هي مفتوحة على إيران وإيران تريد أن تحصن حدودها والداخل الإيراني انتقل الى اسلام اباد استاذ علي يعني بموضوع جيش العدل يعني اعود في مجموعه من النقاط طرحوها الضيوف استاذ حسن واستاذ محمد جيش العدل يعتبر منظمه ارهابيه من قبل ايران الا يعتبر كذلك من جانب الباكستاني ومن مصلحه من توتير الاجواء الباكستانيه الايرانيه هل هناك دور للولايات المتحده الامريكيه خلال فترة تشديد إجراءات وقيود وحصار أمريكا ضد إيران، من المعروف أن باكستان لم تشارك في تشديد القيود الأمريكية، والإيرانيون يعرفون ذلك، وأنتم تعرفون أن رغم العلاقات الباكستانية الأمريكية المتحسنة آنذاك، حينما هنا كان هناك. بدات عمليات امريكيه في افغانستان رغم ذلك باكستان لم تتعاون مع امريكا بما يتعلق بايران اولا، ثانيا نحن جيش الاسلام بالنسبه لنا لا شيء، نحن عندنا القائمه القائمه ب 64 منظمه وجماعه ارهابيه جيش الاسلام ليس من ضمنه، لماذا؟ لان جيش الاسلام ليس له اي نشاط باراضي باكستان. نحن فقط وضعنا اسماء المنظمات اما هي محليه او غير محليه دوليه اقليميه لو لها اي نوع من النشاط داخل باكستان القاعده او داعش او شيء هي ضمن القائمه وليس جيش العزل. لماذا؟ لان جيش العزل لا يوجد عندنا. هذا جيش العزل بلوش بلوش ايرانيون فكيف محظور عندنا؟ أكيد هو محظور في إيران ثم مثل ما أشرت قبل ذلك هناك تبادل استخباراتي منتظم موجود بين الأجهزة في البلدين وفي السابق نفس النموذج السابق لجيش العدل جند الله البلوشية الإيرانية إيران تمكنت من سحق هذه المنظمة أو عناصرها بدعم استخباراتي باكستاني القيادات العليا تسليم العشرات والمئات إلى إيران إيرانيون يعرفون ذلك ما هو المزيد الذي يريدون الإيرانيين نستخدم هليكوبترات مقاتلة شيء ضد المخابئ حتى الإيرانيين ما عدوا عناوين أو مناطق التي في مخابئ لهذا التنظيم لو إيرانيون يقولون فكيف نحن نتصرف كيف تتعامل باكستان مع الموضوع الاساسي اللي هو بلوشستان يعني هل الحكم الذاتي لا يزال هاجسا بالنسبه للباكستانيين وتتخوف منه لا هناك قضيه هي قضيه داخليه البلوش في باكستان عناصر وجماعات غير مطمئنه متمرده طبعا باكستان تستخدم كل الوسائل والاساليب إما لإقناعهم سياسيا المحاولة لضمان مشاركتهم في العمل والحياة السياسية في هذا وكم منهم انضموا إلى العمل السياسي داخلي كم منهم تركوا مغادروا باكستان وهم الآن في سويسرا وإنجلترا وحتى مجموعة كبيرة داخل أفغانستان من هناك هم يشنون هجمات على القوات الباكستانيه يدخلون او يشنون حملات اعلاميه وباكستان تواجه بصوره دبلوماسيه وبصوره امنيه هي تواجه هذا لكن هي من هي القوى الخارجيه التي تتدخل في ذلك؟ من من القوى الخارجيه التي تتدخل وتدعم هؤلاء؟ نحن, نحن نرى نحن نرى بوضوح ان الهند والأجهزة الأفغانية بالتنسيق مع الهند هي التي تحميهم هي التي تمولهم أما الغرب فكثير من الدول الغربية والأجهزة الغربية بما فيها سي اي اي ستة البريطانية هي كلها تدعم زعزعة أمن باكستان لماذا؟ لأن بلوشستان منطقة إقليم بلوشستان الباكستاني هو نقطة مركزية في مشروع اقتصادي اقليمي عملاق ما تسمى الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وهؤلاء لا يريدون التنسيق والتعاون على هذا المستوى بين باكستان والصين وهذه المنظمات الانفصاليه والمتمرده والمتمركزه قيادتها في الغرب هم هاجموا على المهندسين والتقنيين الصينيين ليس الان قبل شك 20 سنه ايضا في الختام نعم صراع صيني غربي شكرا من لك شكرا لك بالختام اشكر ضيوفي بالاستوديو حسن فحص كاتب متخصص بالشؤون الايرانيه من طهران محمد صالح صدقيان رئيس المركز العربي للدراسات الايرانيه ومن اسلام اباد علي مهر كاتب خبير بالشؤون الباكستانيه اشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الاسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشه التلفزيون العربي معي انا نجاة شرف الدين الى اللقاء thank you